مرحبا بكم من جديد مشاهدينا في نشرة أخبار العراق اليوم من الرافدين، والحديث أكثر عن دور إيران في حالة الجفاف الذي يعيشه العراق، ولا سيما بعد تصريحات وزير الموارد المائية عون دياب عن دور إيران في تعطيش العراق. معنا هاتفيا من أنقرة الناشط السياسي سامر الساعدي. مرحبا بك. إذا عندما يصرح وزير الموارد المائية بأن هناك صرعا حقيقيا على المياه في ظل الجفاف والتغير المناخي الحاصل، هل ترى أن الحكومة قامت بما يلزم في هذا المجال أو الصراع لضمان حقوق العراق؟ تحية طيبة لكم ولقناة الرافدين ومشاهديها. أهلا بك. حقيقة يعني الدور الحكومي لم يكن واضح في هذه القضية. توجد أزمات كثيرة وخاصة من قبل الجارة إيران، وأهم هذه القضايا المشاكل والاختلاف في الحصص المائية. نعم. يعني إذا أردنا أن نستخدم كورقة الضغط على إيران، نستخدم أنه العراق هي دولة أقدم تاريخيا من إيران، وكانت هذه الأنهار، الفئات الأربعة منها الأنهار والجداول ومياه الأمطار والأنهار الكبرى اللي تنبع من إيران باتجاه العراق كدولة مصر. بالتالي أعتقد أن الاستفادة كان تاريخيا أقدم من إيران، وتم بناء المدن والقرى والحقول على روافد هذه الأنهار. يعني يمكن إثبات ذلك من مصادر تاريخية. نعم نعم. فبالتالي أعتقد أحقية العراق في هذا الموضوع. لكن حتى نتكلم بصراحة ونتكلم بواقعية، يعني دائما احنا ما نشهد مثل هذه المشاكل عن الحصص المائية والجفاف وغيرها وغيرها. اعتقد ان الدور اللي تمكنت او توصلت اليه ايران هي بمساعدة الموجودين من هذه الحكومة ومن الحكومات المتعاقبة ومن رؤساء الكتل، وبين قوسين الكتل الشيعية، انا اتكلم بهذا الموضوع يعني بصراحة. وهذا الموضوع هو اعتقد انه فتحوا مدى أو مبدأ العقيدة فوق الوطن، وبالتالي أصبح التعامل مع إيران على ضوء العقيدة ليس على ضوء جارة وعلى ضوء احترام الحصص المائية أو الأمور الأخرى اللي تقع بين إيران والعراق كأمور اقتصادية وثروات حيوانية وقطاع زراعي وصناعي. أعتقد أنه إيران أصبحت تتدخل في هذه الأمور كليا بمساعدة الموجودين. نعم. وبالتالي الموجودين شيء أكيد يعني هم ما يستطيعون التكلم والتحرك على هذا الموضوع بقضية محاباة، بقضية خوف، بقضية التبادل العقائدي، بهذه القضايا. نشهد دائما لربما وزير الموارد المالية يصرح. نعم، وهذا ما اردت. نعم. ان اسالك يا استاذ. نعم. سامر، يعني وزير المال يمكن. نعم. اسمح لي ان اسالك، عون دياب مثلا اكد ان تغيير مجاري الانهار قد حصل من دون رضا العراق، وقال انه استمرت القطيعه بالمياه لمده سنتين. الى اي مدى اثرت هذه القطيعه برايك في الاوضاع المائيه التي يعيشها العراق اليوم؟ يعني شيء اكيد، يعني هذه من تصريح من خلال تصريح وزير الموارد المائيه، هي هذه القطيعه شيء اكيد راح تسبب جفاف، وشيء اكيد راح تاثر على المحصولات الزراعيه سلبا، وبالتالي سوف نضطر نستورد محصولات مزروعات هذه المنتوجات الزراعيه من ايران. هذا ترى كل الموضوع. بالتالي المفاوض العراقي حقيقه، لا يوجد عندنا مفاوض عراقي يهتم بشؤون البلد، المائيه، الحدود، القطاع الزراعي، المنابع النفطية، المنابع الأنهار. المفاوض اللي عندنا موجود في العراق مفاوض ضعيف جدا، لا يمتلك يعني عذرا من هذه الكلمة، ليس الكل لا يمتلك الأطر الوطنية اللي حتى ممكن أنه هي تجعل مفاوضنا قوي بما يمتلكه البقية. تحصل هذه المشاكل بين الدول، مشاكل مائية، أنواع جوية غيرها، لكن شيء أكيد المفاوض لهذه الدولة يكون مفاوضا نيابة عن دولته، لا يكون مفاوض نيابة عن المحسوبية أو الشخصنة أو الخوف من التهديدات بملفات فساد أو غيرها. فبالتالي وزير المالية، عفوا، وزير الموارد المائية شيء أكيد هو لديه اطلاع ويعرف شيء أكيد هذه القطيعة سوف تسبب جفاف وغيرها وغيرها.
والآن يمكن كما نعم. تفضلت عفوا، يعني هذه الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 لا تستطيع أن تفاوض، يعني أكثر من مرة مثلا كان الكاظمي يصرح أن حكومته ستذهب إلى مساءلة إيران دوليا للحفاظ على حقوق العراق من المياه، ولكن لا نعلم أين وصل هذا الملف. هل أغلق مع وصول السوداني للحكم مثلا، أم هي مجرد تصريحات إعلامية لا أكثر؟ يعني العراق خلي يحافظ على الموازنة مالته أول شيء، خلي يحافظ على أراضيه على مياهيه، وبالتالي يبعث لنا مفاوض جيد يتفاوض باسم العراق، لا يتفاوض باسم السيد الفلاني أو الشيخ الفلاني أو الحج الفلاني. أعتقد أن الموضوع الآن خرج عن مبادئ الوطنية واتجه نحو المبادئ الشخصنة ونحو مبادئ التسويات، وبالتالي شيء أكيد هذه الخلافات ترحل إذا لم تسوى في محكمة دولية، في قضايا أخرى قانونية حقيقية. أنا كبلد، أنا كدولة، أنا المصب قبل منكم تاريخيا، وأنا دولة قبل لا أن تكونون دولة، وهذه كلها شيء أكيد موجودة بالكتب والتاريخ، وبالتالي هذه حتى الحصص ناهيك عن الأمور التاريخية والقبل والآخر وغيرها، هذه الحصص المائية شيء أكيد هي لابد أن تكون وفق مبادئ وتسويات عالمية واتفاقيات. أعتقد أنه جرت عدة اتفاقيات، لكن بعد 2003 نسفت كل هذه الاتفاقيات وأصبحت إيران هي من تتحكم بهذا الدور كله، وبالتالي أعتقد أنه هذه الورقة الضاغطة اللي تستخدمها إيران مرة في قطع المياه، مرة في قطع الغاز، مرة في فتح الحدود، هذه كلها بدراية حقيقة، حتى نتكلم بواقعية، كلها بدراية وكلها بتخطيط من الموجودين في الحكومات، في الدولة، في الرئاسات، في هذه السلطات، وبالتالي أعتقد أنه هم ما يستطيعون أن يجابون إيران أو يقفون ضد إيران. نعم. إذن السامر السعدي من أنقرة، ناشط السياسي هاتفيا، شكرا جزيلا لك.